يسعد صباحكم جميعا. بلشنا مشوار جديد في فقرة من القدس. اليوم رح نعرفكم على طريقين مهمين داخل البلدة القديمة، اللي هو طريق الملكة هيلانا وأيضا طريق حارة النصارى، واللي أيضا فيهم العديد من المعالم التاريخية والدينية المهمة جدا. تعالوا أنا وإنتوا نروح نتعرف على أهم المعالم الإسلامية والمسيحية الموجودة في هدول الطريقين، نروح لضيف حلقتنا ونشوف شو المعلومات اللي مجهز لنا إياها. خليكم معنا. احنا حاليا في درجات او على درجات كنيسة القيامة، متجهين الى طريق الملكة هيلانا وسوق حارة النصارى. بحيط فينا بعض الأبنية إلها سيجنيفيكانت تاريخية، إلها أهمية تاريخية. كنيسة القديس يعقوب والقديسة مريم المجدلية والأربعين شهيد شهداء سيباستيا كابادوكيا على إيدنا اليمين، وعلى إيدنا الشمال مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هون منقدر نشوف في هذه المنطقة الصغيرة، في هذا المربع الصغير، التآخي المسيحي الإسلامي والتعايش التاريخي اللي مرت فيه فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص. من الفترة الصليبية والشارع هذا يسمى بشارع الملكة هيلانا، كان له أهمية في الفترة الصليبية لدى ملك الفرنجة، لأنه منه كان ينزل على كنيسة القيامة. وذكر هذا الحي على اسم الحي اللاتيني في القرن العاشر الميلادي، لما كان في اتفاق ضمني ما بين الإمبراطور شارلمان والخليفة هارون الرشيد على وجود الحجاج وتوافدهم من أوروبا الغربيين إلى منطقة فلسطين وتحديداً القدس. فكان هذه هي الطريق اللي يسلكوها بالترانيم والتراتيل. ومن هذيك الفترة الحي اللاتيني كان معروف بالسوفينيرز تبعونه. الحجاج لما كانوا يجوا على البلد كان لازم يروحوا بهدايا من الأراضي المقدسة، أول إشي كبركة من الأراضي المقدسة، تاني إشي حتى يثبتوا إنه تم، إنه أجوا على هون وحجوا. فهذه كانت الإثبات تبعهم، الهدايا اللي ياخدوها. من هون أجت فكرة السوفينيرز اللي اليوم متواجدة في كل الحي هذا. فهذه فكرة قديمة تعود إلى القرن العاشر لما كان اسمه الحي اللاتيني. من الأشياء المميزة لهذا الشارع البلاط اللي هو خلفنا. هذا البلاط نرجع للقرن الثاني والثالث ميلاديا. هذا البلاط وجد سنة 1970 عن طريق الصدفة، وهم بيحفروا حتى يجددوا قنوات الصرف الصحي، وجدوا الشارع 3 متر تحتنا، فرفعوا هاي البلوكات حتى يورجونا كيف كانت القدس في الفترة الرومانية. فهذا منسميه الدوكومانو أو the pathway، الممر. احنا ذكرنا انه اسم الطريق طريق القديسة هيلانا، وهذا الاسم بيرجع للقرن الثاني عشر تكريماً للقديسة هيلانا اللي بنت كنيسة القيامة. من هون أجت التسمية. لما أجوا الفرنجة على القدس رفعوا مستوى البلد، كمان غطوا البلد بقناطر، فكانت معظم البلد مغطاي بقناطر زي ما إحنا شايفين، لأنه كانوا يعانوا من مشكلة اللي هي الشمس والشوب، ما قدروا يتحملوا طقس بلادنا. فكان هذا الحل الوحيد لا يقدروا يعيشوا ويتكيفوا مع طبيعة بلادنا.
فبنوا هذه القناطر، وجزء منها تم إزالته لما صلاح الدين استرجع المدينة من الفرنجة، وجزء منها تم إعادة استخدامه وبنوا فوقه. وهذا اللي بيميز القدس، إنه فيها عدة طبقات بترجع لعدة أحقاب وأزمنة، وكل احتلال أجى على القدس حاول يحط البصمة تبعته، لكن ظلت القدس قدس، كلهم راحوا وظلت القدس هي القدس. من هذا المفترق تنتهي عنا طريق الملكة هيلاني، وبتبلش عنا حارة النصارى اللي بترجع برضو للقرن العاشر الميلادي، وكانت جزء من الحي اللاتيني، وسميت في حارة النصارى بعد 1187. وحارة النصارى بطبيعتها هي عدة مناطق في بعض، هي مش حارة واحدة. وبرضو عنا مبنى بطريركية الروم الأرثوذكس. اليوم بطرك الروم الأرثوذكس هو اللي بيجلس على كرسي القديس يعقوب، خليفة القديس يعقوب. بالأصل المبنى نفسه هو كان القصر الصليبي اللي كان ملك الفرنجة أو ملك القدس يتواجد فيه، ومنه كان ينزل على كنيسة القيامة. ولليوم عندنا إحدى البوابات اللي كانت مؤدية إلى كنيسة القيامة في فترة الفرنجة أو في الفترة الصليبية، اللي كان منها ينزل على الكنيسة، وبنقدر نشوفها باسم السيد العذراء Virgin Mary's Arches، لأنه كانت تنزل دغري على Virgin Mary's Arches من هون في داخل الكنيسة، من هون أجت التسمية. جزء من طريق القديسة هيلاني وشارع حارة النصارى هي طريق القديس فرانسيس. القديس فرانسيس الأسيزي أجى على البلد في القرن الثالث عشر، عمل الحج تبعه، بعدين في الفترة المملوكية الآباء الفرنسيسكان أخذوا لقب حراس الأراضي المقدسة، وهذا الدير الرئيسي اللي فوقنا تبع الآباء الفرنسيسكان، هم جزء من الكنيسة الكاثوليكية. هيك بنكون عرفناكم على طريق الملكة هيلاني، وعلى شارع حارة النصارى، وعلى التنوع الفريد في هذه المنطقة اللي بيشمل الإسلام والمسيحية مع بعض، وهذا مش إشي غريب على القدس وعلى فلسطين.